كابتن وائل كان عندك تعليق بتقول لي. بص انا عايز اقول لك على حاجه يعني دي مش بتاعتي بس وجهه نظري متواضعه، ان التغيير بتاع سواريش في الوقت ده كان خاطئ طبعا، لان كان في خلافات بين موسيماني والنادي الاهلي واحنا عارفين، لكن كان ممكن الامور دي تتحل حتى الموسم ده لحد ما ينتهي، لكن ده النهارده التغيير ليه توقيته وانت كنت ماشي بشكل كويس، فلما جه الراجل ما يعرفش اللعيبه، خد بالك واللعيبه كانت مجهده بشكل كبير واصابات كتير جدا، وهو ما عندوش الامكانيه ان هو يلعب بصف تاني، يعني هو ما عندوش الامكانيه ان هو يلعب بصف تاني، اكيد ان هو برضو عايز يلعب بالتيم الاساسي، لا التيم ده مجهد. وخد بالك الحاجه الثانيه اللي الناس مش قادره تاخد بالها منها، لعيبه نادي الاهلي مع احترامي طبعا الثقه معدومه، فكل ما يحاول يغير يلاقي اللعيبه الثقه معدومه. الثقه معدومه ليه؟ الثقه معدومه لان سوء النتائج والكلام كتير طبعا عن النادي الاهلي، وده طبيعي ان انت في اعلام وفي جمهور، مهما كان الجمهور واقف وراك، بس انت النهارده الجمهور جه في وقت من الاوقات قال لك طلع الناشئين، ده معناه ايه؟ انه ما عندوش ثقه في اللعيبه الكبيره، واللعيبه هنا بالتالي هتفقد الثقه في نفسها اكيد. فانت النهارده برضو اللعيبه اللي بتلعب دي هتلعب وهي قلقانه وما عندهاش ثقه. طيب انت النهارده قلت ايه؟ الدوري مضغوط، طبيعي ان كل 3 ايام ماتش. طب هو لما بيجي يشتغل، انا ما اقدرش احكم عليه برضو في حاجات معينه، الا اللي بيشوف تمرينه هل هو بيشتغل ولا ما بيشتغلش، لان هو ممكن يكون بيعمل حاجات لكن لعيبه النادي الاهلي مش قادره تطبق. بصراحه شديده انا سالت في القصه دي، كويس حضرتك مهمه جدا. قالوا لك ايه؟ قالوا لي التدريبه بتاعته كويسه جدا. حلو. وحد قال لي نصا كده، قال لي هو ترينر كويس يعني يدرب في التمرينه كويس، بس كوتشنج مش جيد. يعني هو كتدريبه هو بيقول لك التدريبه بتاعته مثاليه وممتازه. يعكس بقى منين؟ يعكس جريره. كوتش جيد جدا. ترينر سايب الناس تشتغل. وانت تجيب مدير فني اجنبي ليه؟ عشان يبقى كوتش. مع المدربين كتير صح، 4-2 وفرتك الكفر صح كتير صح. بس هو كابتن وائل قال نقطه مهمه جدا، اتفضل. قال موضوع التدريب، تعرف المدرب من التدريب ما هو برضه التدريبه دي اللي بتاسس اللاعب قبل ما نخش على المباراه، فتدريبه هو بيقول ان هو بيشتغل. ما خدتش بالك من حاجه، انا قلت لك لعيبه النادي الاهلي بتنفذ وما عندهاش ثقه في نفسها، الثقة معدومة في الوقت الحالي، خلينا متفقين. وده مش عيب على فكرة، دي فترة بتمر على كل فترة وبتعدي تمام، لكن هل هو بيعمل حاجة واللعيبة ما بتطبقش؟ أنا شفته مرة، يمكن ناس، أنا عشان مدرب فباخد بالي شوية من حركات المدربين، في مرة كان عايز الناس تنقل من تحت، الناس خايفة تنقل من تحت، هو يعني عمال يتكلم ما تنقل اشتغل ويلعبوا كرة طويلة يحضر انت فاهم، الاتنين مساكين واقفين جون واقف تمام، عايز الناس تلعب. الراجل استغرب، الثقه يعني دي بتيجي من النادي الاهلي. النادي الاهلي الثقه دي بترجع منين؟ من جهاز فني بس. طب ما هو جهاز فني، ما انا بقول لك هو مستغرب، هو عايز الناس تلعب ما بتلعبش، لازم يفرض اسلوبه. فهو النهارده ماشي، ما عشان كده انت النهارده بتقول لي فيريرا بص بعينيه، ما خد بالك الناس قلقت، خد بالك فيريرا برضو لما جه في البدايه ما دخلش على طول كده، خد وقت تمام. فيريرا قدر يتعامل مع اللعيبه وامكانياتها، ده شيء يعني جيد. انت شايف ان ندي سواريش حلقه كمان ولا نحكم النهارده؟ لا انا بقول الظروف والناس هي اللي تحكم اللي جوه النادي. ايوه هي دي النقطه، دي مهمه. اللعيبه عارفين اللي ورا، هم عارفين اللعيبه اللي جاهزه واللي مش جاهزه، دي مهمه جدا. صح،